السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. القبيسات أو القبيسيات حركة نسائية أسست في دمشق، أسستها منيرة القبيسي التي ولدت عام 1933 وتوفيت قبل أيام في 2022. بداية نتكلم عن المؤسسة، ثم نتكلم عن الجماعة بشكل عام، ثم نتكلم عن الأفكار والمعتقدات ومصادر كلامي عن هذه الجماعة موجودة في المقالة التي تجدون رابطها بإذن الله تحت الفيديو. بداية الكلام عن المؤسسة، وهي منيرة بنت حمدي القبيسي، فلسطينية سورية من سكان دمشق من عائلة ثرية. هذه العائلة كانت تعمل بالتجارة. درست منيرة في كلية العلوم في جامعة دمشق، ثم التحقت بعد ذلك بكلية الشريعة، كما أنها تتلمذت على مفتي سوريا في زمانه أحمد كفتارو الأشعري الصوفي النقشبندي الذي كان يسمى مفتي حافظ أسد، وكذلك درست على عبد الكريم الرفاعي والد ساري الرفاعي الذي هو مفتي المعارضة السورية، ولها علاقة طيبة به حتى أن المعارضة لامته حينما عز بموتها. كذلك درست على محمد المنتصر الكتاني المغربي الذي كان في سوريا فترة من الزمان. عملت منيرة بالتدريس، وكان لها نشاط دعوي في مسجد أبو النور في دمشق، وهو من أشهر مساجد الصوفية هناك، الذي كان شيخه والمنظر الذي فيه رجب ديب، الذي عليه ملاحظات كثيرة، كما أنها التقت وتلقت عن منظري جماعة الإخوان هناك في سوريا مثل مصطفى السباعي ومحمد المبارك وعصام العطار. ومنيرة القبيسي شخصية خفية إلى حد كبير، بمعنى لا تجد لها دروساً ولا تجد لها صورة. الصورة التي انتشرت الفترة الأخيرة نشرتها قناة الجزيرة هي صورة من مسلسل سوري، وليست صورة لمنيرة القبيسي، فمنيرة ليس لها صورة معروفة فيما أعلم. أما عن الوصف العام للجماعة، فهي جماعة تصف نفسها بأنها جماعة دينية دعوية، ولكنها تستهدف النساء، جماعة نسائية تدعو إلى الله وتنشر الخير والفكر وما شابه ذلك، هكذا تصف نفسها. ولا تقبل هذه الجماعة بأن تسمى بأنها قبيسات، لأنهن لا يرين أنفسهن عبارة عن تجمع أو هيكلية تنظيمية معينة أو جماعة خاصة، لكن هم يقولون أن التنظيم الذي عندنا هو مجرد تنظيم للدروس والحلقات، وليس أنه تنظيم خاص وجماعة خاصة، هكذا يقولون عن أنفسهن، إلا أن الناس يرون أنها جماعة مستقلة لها فكر خاص ولها نمط خاص يميزها عن غيرها. هذه الجماعة تستهدف الطبقة المثقفة والثرية من النساء بشكل خاص وبشكل مركز، وكذلك زوجات ونساء المسؤولين. زوجة البوطي الثانية أميرة العرجة كانت من هذه الجماعة، وكذلك زوجة القيادي الإخواني في لبنان فيصل المولوي أيضا منهن، فهن يركزن على هذه الطبقة، ثراء، ثقافة، سلطة. إلا أن هذا لا يعني أن الطبقة العامة من الناس لا يدخلن في هذه الجماعة، إلا أن التي تكون عندها هذه الأمور الثلاثة، ثراء أو ثقافة أو سلطة، فإنها ستكون مقدمة فيهن وتصل إلى الدرجات العليا في هذه الجماعة. نساء القبيسات لهن سمت كأنه زي موحد، هو فعلا زي موحد، تلبس دائما المانطو بشرط أن يكون أعلى من الكعب، وتحته تنورة لها زوايا، وتلبس غطاء الرأس المعقود حصرا ليس فيه دبابيس كما سنذكر بعد قليل، وهذا الحجاب له ألوان معينة بحسب الدرجة في الجماعة. لكن مع التنبيه إلى أن هذا الزي هو زي شامي، فقد تجد امرأة غير قبيسية تلبس هذا الزي، هذا شيء معروف وعادي. بدأ التنظيم بشكل سري، وكان هناك لقاءات سرية تجري في المنازل، في البيوت، في بيوت أعضاء هذه الجماعة بشكل سري، وكان هناك تنظيم معين للدخول إلى المنزل بحيث لا يثير الدخول الجماعي يعني نظر الناس، وكذلك الخروج يكون بطريقة معينة ومنظمة بحيث أيضا لا يثير أو لا يلفت الأبصار والعيون إليهن. وكانت هذه الدروس تنقطع أحيانا في حال صار هناك قلقلة في البلد أو مشكلة في البلد أو تربص أمني في بعض الأحيان، فكانت الدروس تنقطع بشكل تام. كذلك إذا حقق مع واحدة منهن دخلت إلى أمن الدولة أو ما شابه ذلك، تنقطع الدروس فترة حتى يهدأ الوضع. بقيت حالة السرية هذه فترة طويلة. طبعا هي الجماعة بدأت قبل أن يستلم حافظ أسد السلطة، وكانت سرية وبقيت في زمان حافظ أسد سرية، إلا أنه بعد استلام بشار الأسد للسلطة بسنوات تحولت دعوتهن وحصرا في عام 2005 من دعوة سرية إلى دعوة علنية. الدكتور البوطي الذي كانت زوجته منهن كما ذكرنا لكم، وكذلك محمد حبش أسهم في إخراجهن من السرية إلى العلنية
بشكل كبير بشكل رئيس الدكتور البوطي وكذلك محمد حبش. محمد حبش الذي يسمونه مفكر إسلامي، صاحب مقولة مشهورة جدا، الأحاديث الرائعة لا تحتاج إلى إسناد. هذا كان عضو مجلس شعب في سوريا وله علاقة قوية حتى الآن بهذه الجماعة، جماعة القبيسات، فأسهم بإخراجهن إلى العلن وأقنعوا الدولة بأن هذه الجماعة ما لها في السياسة ولا لها بشيء، وهي جماعة وطنية ليس لها توجهات خلافا للتوجهات السياسية الوطنية، فعند ذلك ما المانع من أن يدخلن المساجد ويعلن دعوتهن في المساجد. فخرجنا إلى هذه الدعوة العلنية وصارت لهن تجمعات واحتفالات في المناسبات التي يحتفل بها الصوفية عادة، الموالد و يعني ما شابه ذلك. ونقلت بعض الفيديوهات، لم أستطع التأكد أنها للقبيسات، فيديوهات فيها يعني اجتماعات أناشيد دينية مع أراجيل وشيء من هذا القبيل، مع أنه لا يستبعد أن تكون هذه الجماعة، لأن دائما الطبقة المترفة قد يكون عندها هذا النوع من التجاوز، ولكن لم أستطع أن أتأكد، فلهذا أنا لا أجزم في مثل هذا الأمر. طبعا خروجهن إلى المساجد وإلى العلن أدى بهن إلى تقارب تدريجي مع نظام بشار الأسد، ثم حدث التقارب الأكبر بعد اندلاع الثورة السورية بسنة، وظهر تأييد هذه الجماعة بصراحة لبشار الأسد بعد ما جرى في ذلك الوقت، مما جعل طائفة منهن يعلن الانشقاق عن الجماعة كما ينشق عناصر الجيش من الجيش السوري ببيان معلن: نعلن انشقاقنا عن جماعة القبيسيات، نتبرأ من اتباعهن أمام الله عز وجل، وذلك للأسباب الآتية: صور التخاذل والوقوف مع الظلم ضد ثورة الحق في سوريا. ثانيا، الذي وصل ببعضهن أن يطن بالقذف أعراض الفتيات الثائرات المعتقلات، إضافة إلى تشويه سمعة الحرائر الطاهرات اللاتي كن ضحية اعتداء النظام. ثالثا، وبدا ذلك جليا في طرد الفتيات الثائرات اللاتي خرجن عن القطيع ليثرن على الظلم. هذه الجماعة طبعا لها نشاطات دعوية، نشاطات مجتمعية، نشاطات إغاثية وما شابه ذلك تتصدر بها، وتقول هذه نشاطاتنا، وهذا الذي هو النوع من الإعلان لهذه، الإعلان الإيجابي لهذه الجماعة. طبعا هناك رتب للمنضمات إلى هذه الجماعة، فليس كل واحدة تنضم تكون خلاص عضوة عادية في هذه الجماعة، لا، هناك رتب. فالرتبة الأولى هي رتبة الحجة الحاجة، وهي السيدة الأولى في هذه الجماعة، وهي القيادية أو المؤسسة منيرة القبيسي. ثم رتبة الآنسات الكبيرات، وهن بمثابة القيادة للجماعة. وأنا ذكرت لكم أن لون غطاء الرأس يختلف من رتبة إلى رتبة، فالذين في هذه الرتبة اللي هي رتبة الآنسات الكبيرات، طبعا كلمة آنسة يعني مدرسة، هكذا نحن نقول في سوريا المدرسة هي آنسة، وليس دائما معناها العازبة غير المتزوجة. فالآنسات الكبيرات يلبسن غطاء الرأس الأسود، وكذلك الحاجة المؤسسة كذلك تلبس غطاء الرأس الأسود، أما الباقي لا يلبسن هذا اللون. ثم عندك رتبة المشرفات، وهن المدرسات اللاتي يدرسن في الحلقات وما شابه ذلك، وأولئك يلبسن غطاء الرأس الكحلي. ثم طالبات الحلقات الخاصة، وهن اللاتي انتظمن في الجماعة وبدأن بالتأهل ليكن واعظات، وأبدين الولاء والطاعة لهذه الجماعة وعدم الخروج عنها وعن أفكارها. وأولئك كنا يلبسن غطاء الرأس الزيتي، ثم بعد ذلك تحول إلى الأبيض. أما الرتبة الأخيرة وهي الرتبة العامة والأوسع، طالبات الحلقات المفتوحة، فهناك للجماعة حلقات مفتوحة ولقاءات عامة وموالد واحتفالات، هذه عامة ومفتوحة، فالطالبات التي يلتزمن بهذه الحلقات خاصة الجديدة التي جاءت إلى هذه الجماعة، هذه تعتبر من طالبات الحلقات المفتوحة وغطاء رأسها أبيض، وترقى الفتاة شيئا فشيئا. وقد جعلنا هناك ترتيب للحلقات الدرسية، منها حلقات وعظية عامة يستقطبن فيها النساء، وقد تدخل حتى نساء غير قبيسيات تأتي وتسمع بعض المواعظ وما شابه ذلك من باب استقطابها وضمها إلى هذه الجماعة، ثم تترقى البنت من هذا المستوى شيئا فشيئا في الحلقات إلى أن تصل أو لا تصل إلى المراتب العليا. ننتقل إلى عقائد وأفكار هذه الجماعة. أولا، عندهن تأكيد على عمل المرأة واستقلالها ماديا. يعني نحن من واجبنا أن نثبت للآخرين أننا أناس قادرون على التطور والفهم والدراسة، نعرف نشتغل كمبيوتر ومنعرف كيف نطور حالنا،
ولهذا قلت عندهن شيء قريب من النسوية لكن لا يعتبر نسوية، لأن عندهن احترام للزوج واحترام للبيت وما شابه ذلك، هذا موجود في هذه الجماعة، إلا أن الزوج الذي لا يرضى بفكر زوجته هذه قد تتركه، يعني تطلب الطلاق منه، وكل ذلك يجري بعد إذن المدرسة. طبعا العنوسة منتشرة في القبيسيات بشكل كبير، ولعل السبب في ذلك التركيز على العمل والاكتفاء الذاتي وما شابه ذلك. كذلك عندهن تركيز على اللباس، لابد من الالتزام بهذا اللباس، ومن قواعد هذا اللباس أن تلبس الجلباب لكن لا يكون جلبابا طويلا، ولا بد من أن يكون تحته تنورة، وغطاء الرأس تلفه وتعقده عقدا، لا يجوز لها أن تستخدم الدبابيس في حجابها. كذلك لا يجوز لها أن تلبس البنطال، لا يجوز، يعني حتى في البيت، في بيتها أو هي جالسة مع نفسها لا يجوز. كذلك فإنهن يعتبرن النقاب خروج عن إطار الجماعة، فنسبة المنتقبات بينهن قليلة جدا، إن لم تكن المنتقبة تعتبر شبه خارجة من الجماعة، ولا يقولن بتحريمه. عند القبيسيات غلو كبير في المعلمات، يعتبرون المعلمات أولياء الله أهل الله. رابعا التبعية المطلقة وإلغاء العقل، ما جعل تقديس الآنسة وإرضاءها والتقرب منها تقربا لله، لأن كلامها يكاد يعتبر منزلا. حتى إن المعلمة إذا أخطأت أو حدث منها شيء غلط في المجلس، ما عرفت تشرح أو ما شابه ذلك، فالغلط ليس من المعلمة، المتهم بهذا الغلط الطالبات. أكيد واحدة من الطالبات عندها معصية، فلهذا الله حرم الطالبات جميعا من هذا الخير الذي تقدمه المدرسة، فدائما يلقى اللوم على معاصي الطالبات، حتى أن البوطي مع دعمه لهذه الجماعة قد نبه عليهن بأكثر من موضع وقال هناك مدرسات يفعلن هكذا وهكذا، وانتقد هذه الظاهرة. كذلك إذا المدرسة غضبت من الطالبة فهذا أكيد بسبب ذنوب الطالبة التي قد يكون الله سبحانه وتعالى أطلع المدرسة عليها. طبعا كلام المدرسة يطاع ولا يعصى، ويقدم على كلام الأهل والزوج، ولا يعترض على المدرسة، فمن يعترض ينطرد. عشفتي كيف بتسأل؟ استغفر الله العظيم، لازم اللي بدها تجي وتحضر تعرف انه في امور من المسلمات، يعني ممنوع السؤال. متى ما امرت شيختنا بشي لازم يتنفذ. الوحدة منا لازم تكون بين ايدين شيختها مثل الميتة لحتى تقدر تاخذ بايدها على طريق الصواب. ودائما المريدة او الطالبة تستأذن شيختها بكل شيء وتسألها عن كل شيء من أمورها. هن لا يلقن الطالبات هذه الأمور تلقينا، فلا يقولون للفتاة يجب أن تفعلي هذا، لكن هذا الذي يسري في الجماعة والتي تخالف هذا تعتبر وكأنها ما هي منسجمة مع هذه الجماعة. وليس هذا فقط، بل إنها تكشف أسرارها الخاصة للمعلمة وتعترف لها بالذنوب، وتخشى أن الله قد يطلع هذه المعلمة على هذه الذنوب دون أن تخبرها هي، فالمعلمة ستغضب منها، فالمعلمة هذه من أولياء الله ومن أهل الله وخاصته، فقد يطلعها الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور بحسب اعتقاد الصوفية. طبعا أي في غمامة سوداء على وجهه مستحيل تنهدها. طبعا الجماعة تركز على بعض القضايا، مثل أن الفتاة هذه لا تختلط بالرجال، تغض من صوتها، لا تتعامل مع الرجال معاملة مباشرة، أحيانا إذا لم يلزم الأمر، إذا لزم الأمر هناك ضوابط معينة، كذلك باللباس تكون محتشمة دائما، وكذلك حتى في البيت، في البيت يركزنا على أن الفتاة مثلا لا تلبس لباسا قصيرا، لباسا فاضحا، وهي في بيت أهلها مع إخوتها وما شابه ذلك، هذا لا يليق، بل تلبس لباسا أيضا محتشما معتدلا. حتى إنهن ذكرنا أنها المرأة، يعني الفتاة، تلبس في بيتها مع أهلها أو كذا غطاء رأس، ليس غطاء الرأس اللي هو الذي يسمى ويعرف بالحجاب، لا، شيء يسمى القمطة، هو شيء تضعه النساء أحيانا قبل الحجاب، تضعه على الرأس قبل أن تلبس الحجاب، يعني شيء يكشف شيئا من شعرها ويستر شيئا، تلبسه القبيسية في البيت. لكن قد يصل التشدد أحيانا إلى درجة مثل ما ذكرنا قبل قليل أنها لا تلبس البنطال أساسا، حتى لو كان واسعا أو ما شابه ذلك، ممنوع بشكل قطعي حتى في بيتها ومع زوجها ومع أهلها. كذلك فإنها إذا دخلت إلى الحمام فلا بد أن لا تستحم بدون ثياب، يعني تستحم لابد أن عليها شيء من الثياب يستر العورة المغلظة. بالنسبة للعقيدة هن أشعريات، ولهذا كان المعتمد عندهن في العقيدة هو كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور البوطي، وكذلك تفسير الصابوني أو مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، والصابوني أدخل فيه يعني فكر أشعري في مختصره هذا. كذلك هن صوفيات نقشبنديات، يعني صوفيات على الطريقة النقشبندية، وهذه الطريقة النقشبندية عندهم من البدع الشيء الكثير، فمن بدع هذه الطريقة
مسألة يسمونها الرابطة الشريفة، وهي أن المريد يعني التلميذ أو التلميذة في حالة كلامنا عن القبيسيات، عندما تريد أن تذكر الله وتتفكر بالله سبحانه وتعالى وتجلس في خلوة ذكر مع الله أو في مجلس ذكر مع الله، فإنها تغمض أعينها وتتخيل صورة شيختها وتذكر الله. وهذا أمر خطير، حتى إن البوطي وهو أشعري ومتصوف يعد هذا الأمر فيه نوع من أنواع الشرك. فهنا يعتقدنا أن الشيخة التي تكون مثلا ولية من أولياء الله وكذا عندها شيء صلة يقولون مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، يعني صلة مع الله بدون واسطة، أما بالنسبة للمريدة فصلتها مع الله بواسطة هذه الشيخة. الحمد لله، الحمد لأصحاب الخير، الإذن صار معنا. الوحدة منا لازم تكون بين إيدين شيختها مثل الميتة لحتى تقدر تأخذ بإيدها على طريق الصواب. كذلك فإن عندهن شيء اقتبسوه من الفكر الحركي التنظيمي، اقتبسوه من جماعة الإخوان، ولهن اهتمام بكتب سيد قطب والقرضاوي ومحمد الغزالي وأبي الأعلى المودودي، وتعتمد الجماعة الأذكار الصوفية كدعاء الرابطة والصلاة النارية، كما يتهمن بالقول بوحدة الوجود، وهناك عبارات فعليا تدل على ذلك. عرف الحلاج الله حتى ذاب في حبه، وحتى الشيخ محي الدين بن عربي ما كان يعرف الفرق بينه وبين ذات الله، كان يقول أنا من أهوى من أهوى أنا، نحن روحاني حللنا جسد. لهن كتاب اسمه مزامير داود، وهذا الكتاب طبع دون اسم للمؤلفة ودون ذكر لدار الطباعة أو ما شابه ذلك، طبع هكذا كتاب ويوزع وينتشر بين القبيسيات ولا يتداوله الناس من غيرهن، وفيه ضلالات كبيرة. فلما افتضح أمره وحذر بعض المشايخ منه تبرأت القبيسيات من نسبته إليهن، يعني مما فيه بعض العبارات خطيرة وغريبة، يعني مثل عبارة أستغفر الله من تركي للمعصية، أستغفر الله من تركي للمعصية. وكذلك من العبارات الخطيرة والتي تدل على مذهب وحدة الوجود في هذا الكتاب قولهم قل الله وحده في الكثرة ما ترى سواه في كل كائنة. وكذلك في الصفحة 13 من هذا الكتاب تقول وها أنا شيء عجيب لمن رآني، أنا المحب أنا الحبيب ما ثم ثاني. طبعا الحبيب من؟ حبيب الله سبحانه وتعالى. كذلك في الصفحة 79 طه الرسول، طبعا ما عندنا رسول اسمه طه، لكن دائما الصوفية يصلون على طه ويعني يذكرون طه، نحن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، فيقولنا طه الرسول تكونت من نوره كل البرية. هذا كلام خطير. وفي الصفحة 110 نحن لو كنا أينما كنا شيختنا معنا لا تضيعنا. فإذا علم الشيخ إذا موجود في كل مكان، هذا شيء اعتقاد خطير وفيه غلو كبير في هذه الشيخة. ومما جاء في كتبهن الأخرى مثل كتاب المتاح من الموالد والأناشيد الملاح صفحة 348 يا حي يا قيوم قد بهر العقول سنا بهائك، عجبا خفاؤك في ظهورك أم ظهورك في خفائك. وهذه أيضا من الكلام الذي يقوله جماعة وحدة الوجود. كذلك في كتاب عقيدة التوحيد من الكتاب والسنة تأليف سعاد مبير، وهو كتاب عقيدة، يعني كتاب عقيدة معتمد عندهن يدرسنه، وجدت فيه نقولات كثيرة وكلام كبير يدل على تخبط عقدي غير منتظم. المغالاة في تبني اعتقادات صوفية يرفضها أئمة الصوفية أنفسهم، والخوض في الخرافات والكرامات بوصفها جزءا من الدين، والتواكل السلبي بدلا من العمل. سادسا حصر العلم الشرعي بكتب معينة تتفق مع أساس فكرهن، واستخدام الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقراءة التجزئية للنصوص القرآنية والنبوية لما يروج لأفكارهن. طبعا هذه الجماعة توسعت، لم تبقى في دمشق فقط، فتوسعت وتفرع منها جماعات مثل جماعة تسمى الطباعيات في الأردن، وسميت الطباعيات نسبة لفادية الطباع التي هي تلميذة لمنيرة القبيسي. وفي لبنان السحريات أيضا نسبة لتلميذة اسمها سحر الحلبي تلميذة لمنيرة القبيسي. وفي الكويت هناك جمعية اسمها جمعية البيادر، أيضا هذه جمعية للقبيسيات، وتسمى النساء هناك بنات البيادر نسبة إلى هذه الجمعية. فختاما هذه الجماعة حولها كلام كبير جدا وكثير، وكثير من الكلام لم أذكره يعني لم أتطرق له هنا. وهي جماعة يعتريها الغموض إلى درجة غير مبررة، إلى حد أنهن حتى لا يدافعن عن أنفسهن فيما ينسب إليهن، ولا تجد لهن منبرا إعلاميا رسميا كصفحة فيسبوك ولا تويتر أو شيء يعبر عنهن بشكل واضح. وحتى كتب الجماعة الوصول إليها
فيه صعوبة كبيرة. فهذا نختم به والحمد لله رب العالمين. كما قلت لكم المصادر سأضع رابطا لمقالة في موقعي مذكور فيها جميع المصادر التي نقلت عنها قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الهدى وأن يجنبنا الطرق الفاسدة. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.